الأولاني عن مستقبل حرية التعبير في ظل العهد الجديد. الحقيقة أن الدستور اللي تم إقراره هو يعني يكفي أنه نظرة فيه على مواد الحريات عشان تعرفي أن احنا بنتراجع عن مكتسبات حصلنا عليها سنة 1923. طب أنا معلش هتوقف عند النقطة دي لأن أنا عارفة أنه هي دي نقطة يعني الجدل هتكون فيها واسع. سؤالي سريع لحضرتك، هل وأنت سكرتير عام النقابة، هل في أي تمييز للصحفيين المنتمين لمختلف المؤسسات في التعامل مع مؤسسة الرئاسة؟ الحقيقة أنه لا، مش على اعتبار المؤسسات، على اعتبار مواقفهم الشخصية. يعني احنا لقينا زميل في بوابة الأهرام هشام المياني لم يتم تجديد التصريح بتاعه، لانه الحقيقه ما كانش على مزاج الدكتور ياسر علي. يعني كان نزل كام خبر مش على مزاج الدكتور ياسر علي. طيب انا اكتفي بهذا القدر منك يا استاذ هشام، وانا اعتذر عن المقاطعه للاسف وقت البرنامج. طبعا عشان قلت على حاجه. لا يا فندم، لا والله ابدا، انا كنت اتمنى ان انا اكمل النقطه دي. اتفضل، انا كنت اتمنى اكون معاك في الاستوديو على فكره. بقالي اكتر من شهرين التصريح بتاعه متوقف وممنوع من دخول مؤسسه الرئاسه، ده يمكن 3 أو 4 شهور كمان، وبياخد الشغل من زمايله. ليه؟ لأنه مش على مزاج الدكتور ياسر علي. الدكتور ياسر علي مشي، بس برضه ورث الموضوع للي بعده. على فكرة أنا سألتك السؤال ده بناء على اعتراض بعض الزملاء الصحفيين اللي أنا عارفاهم شخصيا وقالوا المعلومة دي، وكمان في اعتراض على وكالة الأناضول. يعني الأناضول برضه فيها علامة استفهام إنها سحبت يعني البساط شوية من ألف شين ألف، الوكالة الوطنية بتاعتنا. طب أنا بشكرك يا أستاذ هشام، شكرا جزيلا. أستاذ هشام يونس، ريكتير عام مساعد نقابة الصحفيين، كنت أتمنى أن تكون معنا في الاستوديو الحقيقة لعرض يعني هذه الوجهة، بس للأسف يعني لم تتح لنا الفرصة. عودة إلى ضيوفي دكتور بسيوني واستاذ زينهم. يعني الحقيقه كان في بعض برضو التحفظ اللي بيوجه لمؤسسه الرئاسه، بيقال انه ما فيش شفافيه في التعامل، انه في بعض في تصريحات ما بتبقاش واضحه، فبالتالي على الصحفيين بيضطروا ان هم يتنقلوها بطريقتهم. فالشفافيه في الاداء من خلال او من قبل مؤسسه الرئاسه هتقطع الطريق على اي حد يعني هيحاول ان هو يبث اشاعات او حاجه. يعني اولا تعليق استاذ زين. نعم، بكل تأكيد يعني كل المؤسسات المعنية بالعلاقة بين الإعلام والسلطة والإعلام والشعب المفترض أنها تتعامل بمنتهى الشفافية، نحن نطالب بها، لكن في المقابل لا. أنا بسألك مش في المفترض، بسألك في اللي حاصل. اللي حاصل ربما يكون في مآخذ وفي تحفظات على الأداء لدى الجميع، لدى كل، سواء مؤسسة الرئاسة أو حتى المنابر الإعلامية كاملة، وحتى المؤسسات المعنية بالعمل النقابي. يعني لو أن نقابة الصحفيين بالفعل كما تفضل هو قال انه في بعض الاجراءات. انا حاضر من الاسئله. دكتور بسيوني، حضرتك شايف انه، انا عايزه بس اقول لك تصريح قاله حتى الكاتب فهمي هويدي، قال انه في تضخيم لمساله الملاحقه القضائيه من قبل الرئاسه للصحفيين، ولكن ايضا هناك ايضا بعض الاخطاء ارتكبتها الرئاسه هي اللي سمحت بهذه التجاوزات. يعني اسمح لي، انا عايز احط ما يحدث الان في اطار اوسع شويه، حتى سواء كان الوقت ضيق لا يسمح، لكن انا هاشير لبعض النقاط المكاتبه. انا شايف انه ما انتهى اليه الدكتور محمد مرسي من التنازل عن كافه القضايا المرفوعه امام الصحفيين، يعني هذا تعبير عن منهج جديد لتعزيز الحريات وعلى راسها حريه الصحافه والاعلام. الا ان هذا المنهج الحقيقه يضع تحديا كبيرا امام الجماعه الصحفيه والاعلاميه، باعتبار انه الحريه يجب ان تكون مسؤوله. صحيح. وانه اذا انا وانت وغيرنا من الصحفيين لا يجب ان نلاحق قضائيا او اداريا، فيجب ان تكون الملاحقه ذاتيه، يجب ان تكون المحاسبه والمساءله من قبل الصحفيين انفسهم لانفسهم. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعني الحقيقه انا بادعو مؤسسه الرئاسه وادعو نقابه الصحفيين وادعو المجلس القومي لحقوق الانسان لتبني مبادره عنوانها مبادره دعم حقوق وحريات الاعلاميين من اجل الحق في المعرفه. لان حريه الصحفيين والاعلاميين لا يجب ان ينظر اليها باعتبارها امتياز لهم، بقدر ما هي اداه وسيله طريقه من خلالها يتم التأكيد على حق المجتمع أو حق الرأي العام في المعرفة، اللي بدونها لا يمكن أن يكون هناك رشادة على أي مستوى، على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي محليا أو دوليا. فمن هنا
الحقيقة الفكرة الإعفاء أو التنازل عن القضايا هي تضع الإعلاميين أنفسهم أمام تحدي خطير جدا، إنه إذا كنت ترفض الملاحقة الإدارية وتلحق ترفض الملاحقة القضائية فأنت أنا أنظر إليك باعتبارك مسؤولا، وفي ظل التجاوزات التي حدثت هنا وهناك وتجاوزات يعني مؤثمة ومجرمة، ولا لا أخفيك أنه دول العالم كافة بدءا بالولايات المتحدة للسويد للشرق الغرب لديهم قوانين جنائية وقانون العقوبات واضح في كل دول العالم، إن أردت ساعات أحدثك عن هذا، لكن تؤثم وتجرب إهانة أي شخص عادي. صحيح. إحنا عايزين نتوصل في النهاية إنه السب والقذف والإهانة والتجريح ليست فقط يعني بس لشخص الرئيس أو مؤسسة الرئاسة، للأسف إن ده أصبح يعني سمة في الشعب المصري كله. أنا ناهيك عن حاجة أيضا، إنه الصحفي أو الإعلام الذي ينشر أكاذيب أو أضاليل هو الحقيقة أول ما يضر بنفسه ويضر بمهنته ويضر بالمؤسسة التي ينتمي إليها، فقبل أن يضر بالآخرين هو يفقد نفسه المصداقية ويجعل الآخرين يعني ينظرون إليه ليس من منظور الثقة والهيبة والوقار بقدر ما ينظرون إليه باعتباره يعني معول للهدم ومعول للقضاء على كل قيم وأخلاقيات المجتمع. ولا أعتقد أن مصر بعد الثورة يجب أن تفهم الحرية من هذا المنظور. طبعا تصور في مرحلة يعني مرحلة ما بعد الثورة حتكون للأسف مرحلة يعني هي دي السمة الغالبة فيها، ولكننا نأمل جميعا أن احنا إن شاء الله نتخطى هذه المرحلة ونتمتع بأسلوب لائق وأسلوب محترم في النقد. بارقة الأمل في تقديري تكمن في أن تصدق النيات وتصح التوجهات نحو إعلاء المصلحة العليا للوطن، وساعة إذن سوف ينظر إلى المبادرة التي أقدمت عليها مؤسسة الرئاسة بسحب البلاغات المقدمة وسحب التقاضي نظرة تقدير، وساعة إذن لابد أن نعلي نحن الإعلاميين مبدأ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لأن القاعدة من أمن العقوبة أساء الأدب. أساء الأدب صحيح. يعني للأسف إن إحنا وصلنا لنهاية هذه الفكرة، ولكن يعني كنت أبد إنه يعني إن إحنا يكون معنا وقت أطول. أنا بتقدم بجزيل الشكر لكما دكتور بسيوني حمادة عميد الأكاديمية الدولية للعلوم والإعلام، أشكرك شكرا جزيلا. أشكر أيضا الأستاذ زين همبدوي الكاتب والشاعر أيضا وعضو جمعية حماية المشاهدين والمستمعين، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. أترككم الآن مع زميل تامر حنفي وفقرة عن تقرير منظمة حقوق الإنسان حول أحداث القصوص. التقونا بعد الفاصل. بناء على نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلها القاضي حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الأحداث الطائفية التي وقعت بمنطقة الخصوص وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات، أصدر المجلس تقريره حول الأحداث وخلص إلى أنه يرى أن هناك إخفاقا من جانب مؤسسات الدولة تجاه حل الأزمة والسعي لإدارتها بحكمة، وذلك بعدما استعرض المجلس تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أسباب اشتعال فتيل الأحداث في الخصوص وموقف كل من الأجهزة الرسمية المختلفة وموقف المؤسسة الدينية الإسلامية والمسيحية ودور الصحافة والإعلام حول تلك الأحداث. ووفقا للتقرير فإن الأحداث تعبر عن غياب الدولة، كما لم يشهد موقع الأحداث اطلاع أي من مؤسسات الدولة بدورها، مشيرا إلى أن غياب داخلية عن حل الجريمة الجنائية أدى إلى اشتعال الأحداث. وأوصى التقرير الذي تلقاه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والعدل، أوصى بضرورة تفعيل الرقابة الوصائية والرئاسية داخل المؤسسات المختلفة من أجل تحقيق المصلحة العامة. كما طلب التقرير بضرورة أن تسعى الدولة من خلال منظوماتها المتوازية على مواجهة خطر انتشار الأسلحة بين المواطنين. كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد شكل لجنة تقصي حقائق من باحث المجلس للوقوف على أسباب وملابسات أحداث مدينة الخصوص. أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام، حتى لا نطيل وحتى لا نزيد عن ما جاء في سياق هذا التقرير،
البعض قد يرى أن أهم ما جاء في سياق هذا التقرير، التقرير الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذه الأحداث تعبر عن غياب الدولة وأن الدولة لم تقوم بدورها على الأقل في حماية وفي منع مشكلة عادية حولها شخص طبقا لما جاء في هذا المضمون إلى فتنة طائفية. تعليقا على هذا التقرير الذي خرج من المجلس القومي لحقوق الإنسان، معنا الآن للحديث حول هذه التفاصيل وكيف استقصوا من هذه المعلومات حتى يخرجوا بهذا التقرير الأستاذ جمال بركات، المدير التنفيذي للمجلس القومي لحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ جمال. أهلا بك أستاذ جمال. الشرطة تأخرت في أن هي تعرف المعلومات، خرجت بيها والنهاردة أعلنت أنها ألقت القبض على المتهم الرئيسي في اشتعال هذه الأزمة. كيف توصلتم بهذه السرعة إلى متن هذا التقرير وتفاصيله والشرطة تأخرت حتى في إلقاء القبض على المتهم الرئيسي؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني المجلس القومي لحقوق الإنسان فور وقوع الأحداث، عندنا مكتب متخصص اسمه مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مهمته الأساسية هو بعثات تقصي الحقائق وتلقي شكاوى المواطنين والبحث فيها. قام المجلس بتشكيل بعثة ومكتب الشكاوى توجه عدد من الباحثين يوم الأحد اللي هو تاني يوم للأحداث على طول، وكانوا متواجدين في الكنيسة ومع الأهالي ومع شهود العيان، وقدرنا أن احنا نجمع العديد من المعلومات والبيانات حول الوقائع وإزاي بدأت وكيفية تطورها وكيفية الإصابات اللي حصلت في بعض المواطنين والوفيات اللي حصلت لبعض المواطنين ومن تسبب في تصعيد هذه الأحداث من خلال شهادات الشهود ومعاينة مكان الوقائع والأحداث. طيب فندم، الشرطة النهاردة أعلنت أنها ألقت القبض على المتهم الرئيسي اللي أشعل هذه الأزمة، هل توصلتم لنتائج مختلفة لما جاء في بيان الشرطة؟ لا والله، البعثة ليست جهة تحقيق، البعثة هي جمع معلومات ورصد وتوثيق للبيانات والأحداث اللي وقعت خلال الفترة من يوم 5 حتى يوم 8 أبريل. تمام. لم تختلف كثيرا عما جمعته الشرطة، لأن الشرطة جمعت تحريات بعد الوقائع من بعض شهود العيان ومن بعض اللي تم إلقاء القبض عليهم، سواء كان من داخل مسجد اللي موجود في القرية أو في الخصوص في مدينة الخصوص أو من حول الكنيسة اللي تم الاعتداء عليها. هل حضراتكم كمان جمعتوا معلومات عن الشرطة قامت بدورها ولا ما قامتش بدورها؟ إزاي قدرتوا تجمعوا المعلومات؟ لا، هو يعني هو هناك تقصير واضح من جهاز الشرطة وغياب لمؤسسات الدولة، واضح جدا من تطور الأحداث ووجود الشرطة في أماكن الأحداث ولم تتدخل بمنع الأحداث. يعني كانت موجودة الشرطة في الخصوص في التوقيت في وقت اندلاع المشكلة؟ مش في أول المشكلة، ولكن في بعد حدوث أول المشكلة أو الأحداث يوم السبت كانت موجودة يوم الأحد أمام الكنيسة وتم الاعتداء أيضا على الكنيسة. طب إيه اللي حول فندم المشكلة من مجرد خناقة أيا كان سببها بين اثنين أو بين مجموعتين إلى مشكلة بين مسيحي ومسلم؟ يعني المشاكل دي موجودة في مصر بشكل دائم، ازاي تحولت بالصورة دي؟ ما هو ده بقى الوعي، وده استغلال المواقف والأحداث اللي بيتم من البعض، واللي هو فكرة انه الضجة اللي بتحصل حوالين حدث بيكون طرفيه احدهما مسلم والآخر مسيحي. من هنا بتبدأ الأحداث، واستغلال الدين لجعل الحدث يكبر ويتضح ويبان انه في فتنة طائفية داخل مصر. وانا اظن انه استغلال الأحداث ده ما تمش بس في الخصوص، ولكنه في العديد من الوقائع اللي تمت على مستوى الجمهورية كان هناك من يتم يقوم باستغلال تلك الأحداث ليجعلها أحداث فتنة طائفية تحدث ما بين المسلمين. مين بقى فندم إزاي بدأت الشرارة الأولى من تحويلها لمشاجرة تقليدية متعودنا عليها للأسف في الفترة دي إلى هذا الحدث إنه فيه مشكلة بين مسيحي ومسلم؟ هو الأحداث لما بدأت ما بين أطفال تعدوا 10 أو 12 سنة، وبعض الأفراد رسموا على معهد ديني أمام أحد مساكن شخص مسيحي ومن الناس الأغنياء في الخصوص، ومعهم وعنده تجارة والناس بتحبه وفي ناس كتيرة بتتعامل معاه وبتشتغل عنده. حصلت المشاجرة، أحد أبنائه قام بالمشاجرة مع مسلم، وعلى أثرها تم إطلاق عيارة نارية من الشخص. يعني الناس بتحبه فندم، بتتعامل معاه لأنه الخصوص من طبيعتها هي مدينة يسكنها العديد من الأقباط والعديد من المسلمين. الناس بتعاون مع بعض والناس بتشتغل عند بعضيها، المسلم عند المسيحي والمسيحي عند المسلم، ما فيش أي مشكلة ما بين الناس دي. ما ظهرتش فتنة طائفية إلا أنه بعض الأشخاص استغلوا الموضوع. مين بقى الأشخاص دي بتقارير حضراتكم؟ لا، إحنا ما نوصلش مين الأشخاص، إحنا نصل أنه في أشخاص من خارج القرية
وفقا للخصوص وفقا لشهادات الشهود انه في اشخاص ملثمين دخلوا وتم الاعتداء على الكنيسه واطلقوا عيره ناريه على البعض وهجموا على كنيسه وعدد من المسيحيين فيها وتوفى في نفس اليوم ولا في ايام تانية؟ يوم تاني يوم تاني يوم، وده اللي سبب المشكله الاكبر والهجوم اللي تم على الكدرائية، وحضرتك اعلم مني ومن العديد من الاشخاص عارفين انه اللي تم على الكنيسه في الكدرائية ده اعتداء تم من اشخاص غير معلوم هويتهم. الكدرائية في العباسية؟ في العباسية. تمام، لكن الاشخاص اللي جم من بره منطقة الخصوص حضراتكم قدرتوا ازاي تحددوا او على الاقل تستوثقوا من المعلومات اللي بيقولها الناس؟ والله احنا من شهادات الشهود ومن تكرار شهادات الشهود احنا عندنا آلية بنرصد بيها من خلال سماع اقوال العديد من الافراد. احنا محتاجين نعرف، لانه الشعب المصري دلوقتي يعني او على الاقل ما يشاهد انه انت بتسمع حدوته بتنقلها بشكل تاني على ما توصل للمصدر بتاعها بتكون بشكل مغاير تماما للواقع وللحقيقه. لا يعني احنا ايه الآلية اللي بتستوثقوا بيها من المعلومه؟ اولا يعني احنا ما بنسالش كل الافراد او اي افراد موجوده في البلد، لا يعني احنا بنسال الاشخاص اللي كانوا متواجدين وقت الحادث، نسال الاشخاص المحيطين بمكان الحادث من سكان وجيران واصحاب محلات تجاريه وغيره، بنروح نسال جهاز الامن اللي كان موجود اي وقتها، بنسال الاجهزه التنفيذيه زي مجلس المدينه ومركز والمسؤولين التنفيذيين في الدوله دول، بناخد منهم شهاداتهم، بنقدر من خلال جمع العديد من الشهادات نصل الى وقعة محدده بنجمع خيوطها من خلال شهادات الشهود والادله ومكان الاحداث والروايه اللي تتقال لنا، بنشوف منطقيتها وفقا لمكان الحدث وتاريخه وكذا. طيب اذا اتكلمنا على الخيط المتصل او الذي يصل ما بين روايه وروايه، هنا محتاجين خيط يصل ما بين حدث وحدث وكلهم مرتبطين بنفس الفكره، الخصوص وما تطور بها من احداث ارتبطت بالكاتدرائيه وهي كان حدث على الاقل لا ينفصل متصل. ازاي حضراتكم قدرتوا توصلوا لمعلومه فيما يتعلق بالكاتدرائيه، وانه احنا بنتكلم على جهاز شرطه ده دوره في الاساس ان هو يصل الى المعلومه وحقيقه مطلق شراره هذه الفتنه؟ انا بس عاوز اقول لحضرتك انه جهاز الشرطه المصري يعمل دون تخطيط واضح لرؤية الأحداث. يعني احنا عندنا آلية اسمها آلية الإنذار المبكر. آلية الإنذار المبكر بتبحث عن الحدث قبل وقوعه، في مؤشرات بتحصل، تواجد الأمن في أماكن زي الكنائس كان الأول بيبقى فيها أمن بيحميها وبيقدر يستطيع أن يمنع عن وجود أفراد يعتدوا على هذه الكنائس أو على المساجد أو على أماكن العبادة بشكل عام. ما يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان وبعثات تقصي الحقائق وفقا لآليات دولية محددة في الأمم المتحدة، نرى أنه يستطيع الوصول إلى مكان الحادث قبل النيابة العامة في بعض الأحيان. أنا شايف أنه المجلس لما عمل البعثة يوم الحد وكان في خطورة على الباحثين اللي احنا بنسميهم فدائيين في مكتب شكاوى المجلس القومي بيذهبوا إلى مكان الحدث حال وقوع الأحداث في خطورة بتحصل على بعض الأفراد، بنقدر نتصل بالأماكن، بنقدر نشوف الأحداث بعيننا لو في إمكانية لدوت، بنقدر نتابع، بنقدر نعمل حسن تأديل للمواقف، بنقدر نجمع معلومات ونستوثق منها. الخيوط اللي بنربطها ببعض هي خيوط تشبه خيوط التحقيق التي تجريه النيابة، ولكن نحن ليس تحقيقا بشكل رسمي ولكنه تحقيق بشكل عملي أو علمي وفقا لآليات محددة اتعلمناها من خلال آليات الرصد والتوثيق المتعرف عليها دوليا. الشرطة المصرية تحتاج إلى الكثير من التأهيل، إلى الكثير من الإجراءات اللي تساعدها على أنها تقدر تقوم بدورها في حماية الأمن المصري بعد ثورة 25 يناير، اللي نرى أنها أدت إلى تغيير في المجتمع، أصبح معاه وجود الشرطة بالشكل التقليدي القديم مش قادر يتواكب. تغيير في المجتمع يا فندم بأي شكل تقصد؟ تغيير في التعامل مع القضايا، يعني احنا شايفين الناس ما بقتش تتعامل زي زمان، احنا دلوقتي بنتعامل بعنف مع كل شيء، فلابد أن يكون هناك حالة من حالات التأهيل الفني والمهني لضباط الشرطة والجنة. يعني ضابط الشرطة عليه أنه يأهل نفسه أنه لما يروح يقبض على حد هيتضرب عليه نار، وأنه لو قبض على حد يضمن أنه أهله هيروح يجيبوا طبنجات ويحصروا الاسم ويضربوا لحد أعلى مستوى من الأسلحة. وده بيحصل. طب هو دي ثقافة؟ تقصد دي ثقافة جديدة؟ ثقافة تربت بعد الثورة، بعد ضعف دور الشرطة على الأرض في المجتمع المصري. احنا بنشوف حالات في الشارع، خطف في عز الظهر، بنشوف حالات اعتداء على الممتلكات الخاصة في وقت الظاهرة والناس كلها موجودة وعدم تدخل من بعض الأفراد، بنرى ان الشرطة تحتاج إلى تأهيل. تمام.
تسمح لي أعود إلى سؤالي، هل حضرتك ما جاوبتش عليه أنه ما فيش معلومة واضحة الجزء المرتبط بالعلاقة ما بين تطور الحدث وأثناء تشيع الجنازة من الخصوص إلى منطقة العباسية وتطور الأحداث وظهور أشخاص الفيديوهات؟ أنا أظن أنه التطور الحدث من الخصوص إلى الكاتدرائية، وده ظن شخصي، أنه ده استغلال للموقف من بعض الأشخاص ليس له علاقة بما حدث في الخصوص. هل حضرتك وعملتوا لجنة تقصي حقائق في موضوع الكاتدرائية؟ ولكن تقريرها لم يصدر حتى. وصلتوا لإيه؟ والله احنا يعني بنجمع الادله وما زلنا يعني حتى الان لم نصدر تقرير للكاتدرائية. اول المعلومات الاوليه او ابرز المعلومات دي، مش في الاخر المعلومات دي بتروح للشعب عشان برضو يعرف انه برضه في تقصير من الامن بخلاف تقصير الامن اولا، يعني الاشخاص اللي كانوا موجودين على سور الكنيسه وعلى اسوار المباني الاخرى جم منين؟ هل حضراتكم وصلتوا المعلومه؟ لا لسه لسه ما قدرناش نوصل لحقيقه الاشخاص المتواجدين على اسطح بعض المنازل وحوالين الكاتدرائيه والقاء زجاجات المولوتوف. ليه يا فندم ما قدرتوش توصلوا؟ هل معنى كده انه ما حدش اداكم معلومات عن الاشخاص اللي كانوا موجودين جوه الكاتدرائيه والاشخاص اللي كانوا موجودين في المباني المقابله؟ اللي جوه الكاتدرائيه مقدور ان احنا نجيبهم من الكاتدرائيه ومن غير من الاشخاص الموجودين في مكان الحدث، اما من خارج الكاتدرائيه من اشخاص موجودين على اسقف المنازل او في بعض الاماكن المحيطه بالكاتدرائيه لم نصل حتى الان الى حقيقتهم، وان شاء الله جاري التحري والبحث يعني حوالين معرفه من هؤلاء او على الاقل انتماءاتهم او على الاقل هل هم من السكان المحيطين بالكاتدرائيه ام من خارج المنطقه. والشرطه قالت انها القت القبض على بعض على بعض الاشخاص في هذه الحالة. انا اظن ان هم من خارج منطقه العباسيه كلها يعني. طيب هينضم لينا الاستاذ نبيل عزمي وهو عضو مجلس الشورى. سيد الفضل تقبل التحية. أهلا بك يا فندم. كيف رأيتم ما حدث؟ هل تتصور أن هناك رابط ما وأنه هناك من يسعى إلى إشعال هذه الفتنة؟ وهل التخوف المسيحي من مرحلة ما قبل الثورة من المد والطيار الإسلامي، كل هذه الاشتباكات اللي بتمر بها مصر ممكن تكون مساهمة بشكل أو بآخر فيما حدث في الخصوص وما تطور بشأنه في منطقة العباسية؟ اولا احنا ما وصلناش لحاله الفتنه، احنا في حاله احتقان طائفي لعدم وجود دوله بما بالمعيار الدولي، عدم وجود امن وانفلات امني. دايما الفلسفه الامنيه عندنا تاتي دايما متاخره، تاتي بعد الحدث مع غياب الرؤى الامنيه في الاحتياط والضربات الاحترازيه والتامين الفعلي. عدم قدرة الأمن، لعدم وجود وحدة مدربة على فض الشغب، تخوف ضباط الشرطة من التعامل مع البلطجية خوفا من الحبس على نظائرهم يعني كما حدث في السابق، الأيدي المرتعشة لا تؤدي عمل. نحن بجد في حالة خطرة من الانفلات الأمني يؤدي لهذا الصورة. ده طبعا بيؤكد أن هناك مخططات لإحداث فتنة حقيقية وهي الورقة الوحيدة البقية لإنهيار الدولة. احنا عايزين نحافظ على الفتنة الطائفية بشكل أو آخر، عايزين معايير حقيقية في الأمن والعدل الناجز. قل لي لو الأحداث من أول الثورة لغاية الآن لم يحاكم أحد، فبالتالي أنت بتدي ترخيص لأي أحد يحدث فتنة بلا عقاب. فهذا المفهوم المجتمعي يؤدي بالضرورة الحتمية للنتيجة اللي انت شايفها. الغريب والعجيب عندما تحدث يقول لك لا لجنة حقوق الإنسان، لا لجنة حقوق الإنسان عندك في العقار رقم 7 في شارع مأمون خلف الكنيسة تم هجوم البلطجية من خارج منطقة الويلي، وتم الصعود إلى أعلى العقار وبشهادة ملاك العقار اسمه إيهاب، شاهد انه تم الاعتداء على هذا العقار وتم القصف على الكاتدرائيه من اعلى الاسطح الذي صعد على الباب فوق البنزينه، كان بيطلعوا من على السلم الحديدي من البنزينه يصعدوا فوق بوابه الكاتدرائيه ويطلقوا من خارج البوابه حتى يشعر رجال الامن ان الذي يحدث هؤلاء هم اخباط، منهم اظن واحد اسمه ايهاب بسكوتا. واحنا قدمنا ده في مجلس الشورى شرائط كامله لمجلس الشورى على خلاف الشرائط التي احضرتها وزاره الداخليه. حضراتكم صورتوها منين؟
على فكره من القنوات يعني مش صورناها منين. لا ومن حقك انت بتتكلم على انه في حاله اعتداء وانه في حد بيثير فتنه فمن حقك تستوصف وتحاول تدافع عن نفسك. صورناها من كل القنوات التلفزيون الالماني والسي ان ان وبعض القنوات التلفزيون المصري. فضلا ان هناك كاميرات اعلى كاتدرائيه توضح الصوره الحقيقيه والنيابه استلمت هذه السيديات بالكامل. المشكله ان انا مش عايز ادين الداخليه او الاخر لسببين. انا محتاج للداخليه بس محتاج داخليه لها رؤيه امنيه تستطيع ان تتعامل وتتفاعل مع الحدث. تمام. ده اللي محتاجينه. يعني احنا لا نسعى الى اتهام الداخليه مباشره لكن هناك اهمال هناك تقصير لازم نعترف. وبدايه الحل ان تعترف ان لديك مشكله. تمام يا فندم. انا بشكرك الاستاذ نبيل عزمي عضو مجلس الشورى. شكرا لك على هذه المداخله. استمعت استاذ جمال الى ما جاء في سياق هذا الاتصال. هل اختلف عما جمعتوه من معلومات في تقرير الكاتدرائي؟ لا والله هو يعني ما اختلفش ولكن احنا بنعلن التقرير بعد نهايته. انا ما اقدرش اقول معلومات من داخل تقرير الكاتدرائيه الا بعد اعلانه رسميا. هل انه ده بروتوكول عمل عند حضراتكم؟ لا لانه دوت الطبيعي في جمع المعلومات انه لا تعلن البعثه عن اي معلومات يتم جمعها خلال جمع المعلومات، خلال مرحله جمع المعلومات لا يتم. انت عندك كده فاهم اكتر من جهه بتأدي. الشرطه والكاتدرائيه عندها كاميرات صورت وجمعت بعض الصور من بعض القنوات الفضائيه وقدمتها الى الشرطه وعندنا الشرطه وعندنا حضراتكم واحنا محتاجين نعرف. واحنا ان شاء الله هتخرجوه امتى التقرير وايه اللي مؤخر حضراتكم؟ مش مؤخرنا لا بالعكس. هو احنا التقرير ممكن يطلع في يوم او يومين ان شاء الله. الاسبوع اللي جاي دوت باذن الله يعني ممكن يوم الاحد او الاثنين يصدر التقرير. والتقرير في مرحله جمع المعلومات والوصول لمستخلصات نهائيه فيما يخص احداث الكاتدرائيه. والاحداث مؤثره جدا وجعلت من الشعب المصري حاله من حالات الاحتقان والغضب من غياب مؤسسات الدولة وغياب مفهوم سيادة القانون. المجرمين أو القائمين أو المتورطين في هذه الأعمال لابد أن يحاسبوا بشكل فوري وبشكل عاجل وبتحقيقات عادلة. ومحاكمات منصفة وعادلة يستطيع من خلال المواطن المصري أن يطمئن على نفسه وماله وأولاده. تقبل تحياتي استاذ جمال بركات انت المدير التنفيذي للمجلس القومي لحقوق الانسان. شكرا جزيلا لك شكرا معنا والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام. بعد قليل قراءه مفصله لاهم واخر الانباء. سلام الله عليكم.